تعال أقولك على أفضل حمام كريم أو بلسم لتنعيم وتطويل الشعر، اقتصادي جدا، مكوناته من بيتك مش هتغرميله ولا جنيه واحد. أول حاجة يا ست الكل، معايا معلقتين من الرز المصري، بضيف عليهم نص كوب من المية، بركنهم على جنب لمدة 6 ساعات، وممكن أسيبهم من بالليل حتى الصباح، يعني لمدة 12 ساعة، علشان أخد كل الخلاصة اللي موجودة في الرز، لأن الرز حلو جدا وفيه، بصوا لو تخيلته على وش المية كده هتلاقوا مادة زيوت على وش مية الرز، فهو مغذي جدا جدا للشعر. بعد كده يا ست الكل، هجيب مصفى وهصفي مية الرز، ممكن تضربيها في الخلاط الأول وبعدين تصفيها على حسب ما انت عايزة. بعد كده هاخد المية دي وهضيف عليها معلقة واحدة من النشا، وطبعا خلينا متفقين مع بعض ان النشا من افضل الحاجات اللي بتنعم الشعر جدا وبتخليه انسيابي وبتهدي للشعر الهيشة تماما. بقلبهم على البارد، بعد كده برفعهم على حمام مائي على النار، بقلبها لحد ما يصير كوامه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كوام كريمي كده حلو جدا، مع طبعا التقليب المستمر علشان ما يكتلش معاكي. بعد كده بضيف ربع معلقة صغيرة من الفازلين اللي عملناه مع بعض قبل كده، ولو عايزين طريقته هسيبهولكوا في أول تعليق. بعد كده بضيف معلقتين من زيت الزيتون او زيت السمسم او زيت جوز الهند، دي الزيوت اللي انا بفضلها، انما انت لو بتستخدمي اي زيت اخر تقدر تستخدميه عادي مفيش مشكلة. بعد كده باخد الشعر خصلة خصلة كده، طبعا شعر نضيف معلهوش زيوت ولا اي شيء، غسله كويس جدا وناشف، باخد خصلة خصلة من الشعر وبغرقه من الوصفة دي، وبعد كده بلفه على شكل طاقية، واما يا اما البس بونيه، ولو ما عندكيش بونيه خلاص ما تقلقيش خالص، كيس بلاستيك وكمان فوطة سخنة عليه وسيبيه لمدة 4 ساعات، كمان بيهدي الشعر الهايش تماما. مش عايزه اقولك الوصفه دي عامله ازاي، واقتصاديه، ما جبنا لهاش اي حاجه من بره. حبايبي ما تنسوش متابعه للصفحه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.